مرحبا بكل السوبر جوكس، اهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. من بداية سنة 2020 تمكنت نارين بيوتي من احداث ضجة كثير كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لما نزلت الفيديو اللي سمته بالفيديو الاخير. ما في حدا ممكن يفهم لهيك بدي بحكي معكم، واللي لقى عدد كبير من المشاهدات وردود الأفعال على منصة اليوتيوب، واللي تلاه فيديو جولة في بيتها كفيديو عودة نارين للمنصة، واللي حقق نجاح أكبر. أنا بالكومنتات على الفيديوهات الأخيرة عم تقول بليز عملي جولة بالبيت، اليوم رح نوفي بوعدنا، رح نعمل جولة بالبيت. فبعد كل هذا نزلت نارين هاي الصورة من المستشفى، واللي أثارت ضجة كتير كبيرة وللمرة الثالثة على التوالي. فتساءل الناس شو عم بيصير، ليش نارين بالمستشفى؟ فنحن حاولنا نتحرى عن الموضوع وكشفنا لكم عن الموضوع بعد ساعات قليلة من نفس اليوم، واللي جاء في خبرنا أنه المستشفى بتركيا ويختص بعمليات التجميل. وبعد نزول فيديوهات العملية استخدم عدد كبير من اليوتيوبرز الكبار موضوع العملية أو اسم نارين في فيديوهاته، من بينهم سارة في فلوج التقيت بنارين قبل عملية أنفها، وأخوها شيرو اللي عمل ردة فعله على العملية، ونور ستارز اللي استخدمت تاغ نارين تبكي في آخر فيديو لإلها على يوتيوب. أما بيسان إسماعيل فشاركت تقريبا نفس مضمون الفيديو ولكن على شكل مقلب، ولكن اللي لفت انتباهنا وانتباه الناس هو فكرة الفيديو من وين. فاللي قالته بيسان إسماعيل أنه الفكرة كانت من راسها، فهل ممكن تكون صدفة مثل هيك وينزل الفيديو بنفس وقت هبت عملية نارين بيوتي؟ اليوم أنا كنت طالعة من المعهد وخطرت ببالي فكرة كتير حلوة وشفت الصيدلية قدامي. وبهذا تمكنت نارين من جمع أكثر من 200 ألف مشترك وأكثر من 20 مليون مشاهدة خلال شهر واحد فقط. الحمد لله على السلامة لنارين بعد العملية، ونتمنى لك كل النجاح والتوفيق. وما في حدا ممكن يفهم عليك.